السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. أنا طه الشاعر وهنا قناة هيل ثاو. القناة هنا مهتمة بكل ما يخص الصحة، الصحة النفسية، الصحة الجنسية، الصحة البدنية، كمان السمنة والنحافة والمنشطات والهرمونات في كمال الأجسام. النهاردة أنا هقول لكم بس الكتاب ده اللي معايا إيه هو؟ وليه أنا ماسكه؟ وليه أنا متعمد إن أنا خليكم تشوفوا حتى المحتوى بتاعه؟ بالمناسبة هو الكتاب ده كله مكتوب بالانجليش، تمام؟ بعض الناس طبعا جات وعملت نفسها عالمة العلوم في الاسترويدز وخدت اجزاء منه وعملتها في كتب اللغة العربية وبدأت تقول بقى ايه اول كتاب واخر كتاب في المنشطات والهرمونات ومش عارف ايه، وهو الحقيقة مترجمة اصلا. فللأسف يعني في استغلال كبير جدا جدا في عالم كمال الأجسام وفي البودي بيلدينج وفي الاسترويدز من بعض الناس، مش من كل الناس. فأنا هحاول إن شاء الله في الفيديوهات هنا على القناة إن أنا هلخص لكم الكتاب ده كله. الكتاب ده كله 378 صفحة بنظام، مش هتحسوا أصلا خالص بأي مصطلحات غلسة ولا حاجات معقدة. تلخيصي للكتاب مش كوبي وبيست، انا باخد معلومات معينه ما قل ودل اللي هيفيد واللي هيوصل الناس، خصوصا الابطال العرب في كمال الاجسام، ان هم يشرفون ان شاء الله في البطولات الدوليه، وخصوصا ارنولد كلاسيك ومستر اولمبيا، تمام؟ ففكره الكتاب ده معتمده عندي انا شخصيا على الاتي: 1 2 3 4. انا مش باخد استرويدز ولا بضرب استرويدز ولا بتاجر في الاسترويدز ولا كده، بس انا عندي فضول كبير في العلم ده وفي المجال ده من 2017 وبدات في الموضوع، وبعدين 2018 اسست 2 جروب على الواتساب بخصوص الموضوع ده، وبدات ان انا اتابع ابطال كمال اجسام من اكتر من 16 دوله، والحمد لله قدرت اساعدهم كلهم وكله مجانا. يعني ما في حياتي حد طلب مني معلومه او استفسار في حاجه معينه وقلت له لا ده عشان اديلك المعلومه دي، ولا في ايدك هاخد فلوس ولا مقابل مادي ولا الكلام ده كله. فانا حابب ان انا انقل الخبره دي على اليوتيوب. بدايه كده لازم نعرف، وزي ما انا قلت قبل كده في الفيديوهات في موضوع الاسترويدز والمشطوط والهرمونات، ان الموضوع ده للاسف، هو مش للاسف، هو للصح، يعني ان هو الليجل، يعني ما بيتصنعش في تحت انشراف وزارة الصحة والمنظمات الصحية، فبيجي من حاجات اندر جراوند لابس من دول تانية، وناس كتير بتجيبه في الدول العربية وفي الوطن العربي وبيستخدموه، ففي مشاكل كتير وفي اثار جانبية وفي ناس بتأدي للوفاة. فهدفي من الفيديوهات دي 3 حاجات: اول حاجة تحذير الشباب الصغير من الدخول في عالم المنشطات والهرمونات، لان العالم ده كبير جدا وبحر ومحدش يقدر يجيب نهايته. فدي اول حاجه. تاني حاجه توجيه الابطال لضغوط كمال الاجسام، حتى مع انها اوف ليبل ومع انها هي ممنوعه الاستخدام، لكن الكتاب ده بيوضح بعض الحاجات هنقول لكم عليها. الكتاب ده اللي عامله اللي هو مؤسس موقع استرويد دوت كوم. موقع استرويد دوت كوم بيدخله سنويا من 1 لـ1.5 مليون واحد، فكله بينقل خبراته، فالخبرات دي هو جمعها هنا وبناء كمان على ابحاث وعلى حاجات تانيه. فالخبرات دي، او اقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب. لما تسال واحد هو اصلا عامل حاجه بيدخلها 1 لـ1.5 مليون 2 مليون شخص من جميع دول العالم سنويا، وبيسالوا وبيستفسروا وبينقلوا خبراتهم وتجاربهم، فدي خبره ملايين من الناس، مش خبره شخص واحد يقول لك والله ده انا استخدمته على جسمي، ده استخدم ده صح ده. فانا هنقول لكم بس المعلومات، وهقول لكم وجهة نظري في الكلام اللي مكتوب، يعني مش واخد الكلام هنا كوبي بيست، في بعض الحاجات مردود عليها كتير جدا. هقول لكم كمان ايه حلول المشاكل، يعني لو في مشكلة معينة خصوصا الأبطال كمال الأجسام، في بعض الناس كانت بتجهز لبطولات 6 شهور وقبل البطولة بشهر بعد ما صرفت فلوس كتير ومجهود وتعب تعبت ودخلت المستشفى بسبب ان هو بياخد ديكا مع تريمبلون في نفس السايكل. كاتاستروف، مصيبة ان انت تاخد ديكا مع كاتاستروف، وهقول لكم ليه دلوقتي في المقدمة بتاعة الكتاب ده.
فيبقى احنا هدفنا تحذير شباب صغير، توجيه الابطال المحترفين لتجليد الاثار الجانبيه. بعض الناس اللي هم مش محترفين ولا خدوا كارت احتراف ولا هواه وبياخدوها فور فن، حصلت لهم مشاكل من 5 سنين وعشر سنين ترتب عليها مشاكل في الانجاب، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في البروستاتا، مشاكل في الشعر. فهنحاول نساعد الناس دي في حلول المشاكل دي في عالم الاسترويدز. الكتاب ده اسمه Anabolic Steroids Ultimate Research Guide، تمام؟ الموقع زي ما بقول لكم يا شباب، الموقع هو موقع steroid.com. طيب في الكتاب انا اللي عجبني ان كل حاجه بالابحاث وبالدلائل وبالاستاديز بتاعتها، لو في ابحاث عليها كلينيكال ستاديز او اوبزرفيشنال ستاديز. فمقسم الكتاب تستوستيرون لثلاث عائلات، في حاجه اسمها تستوستيرون درايفد ستيرويدز، وحاجه اسمها 19 نوع تستوستيرون ستيرويدز، وفي حاجه اسمها داي هايدرو تستوستيرون ستيرويدز. دول ثلاث عائلات، كل انواع الستيرويدز اللي موجوده بتنقسم تحت النوع ده. وبعدين داخل في الحاجات التانية اللي هي بيسموها ancillary compounds، اللي هم بتستخدم اثناء السايكل كبروتكشن، زي الارمديكس او بعض السايكل زي النولفديكس والكلوميد والكوريومون والبريدنيل والاتش سي جي والحاجات دي كلها، فدي مسميها ancillary compounds. بعدين داخل في الحاجة اسمها السيمباسوميماتكس دراجز او الفات بيرنرز، ودول اشهرهم الالوبيترول والكافيين والسيماترول والدي ام بي والافيدرين واليومبين. وبعدين داخل في حاجه ثانيه اسمها السيرويد دراجز، وبعدين داخل في الاتش جي والاي جي اف والانسولين، وبعدين نتكلم في النيوتريشن. في الكتاب ده يعتبر انسايكلوبيديا كبيره جدا جدا لاي حد محتاج يدخل المجال ده. ايه بقى اللي انا هضيفه في الكتاب ده ومش موجود؟ في بعض الحاجات اسمها تداخلات دوائيه، دراج دراج انتراكشن، دي موجوده في اي دواء. الاسترويد يا اخوانا دواء، طالما ماده كيميائيه يبقى دواء، خلاص. الدواء ده لو هو ممنوع او هو اوف ليبل، ده لا يمنع ان هو دواء برضه، ليه مشاكل، ليه اثار جانبيه، ليه تداخلات دوائيه، ليه حاجات. شخص بيجهز في بطوله وتعب، درس وجعه، هيخلق اسنان، بياخد انتي بايوتيك معين، الانتي بايوتيك ده في انواع ما تنفعش مع انواع تانيه. فازاي هو الشخص يوصل للمرحلة دي ان في حاجات ما تنفعش، في حاجات تنفع، في حاجات محتاجة هاي كالوري دايت، في حاجات محتاجة لو كالوري دايت. فموضوع كبير. وبعدين حتى برضو في الاوف ليبل بتاعه اللي بعض الحاجات، يعني على سبيل المثال للحصر تستيرون سوبيونيت الهاف لايف بتاعه 7 ايام ل8 ايام. فيجي واحد وبيجهز دكتوره وبطل بياخد تستيرون سوبيونيت مرتين في الاسبوع، بتاخده بناء على اساس ايه؟ قول لي بتاخده بناء على اساس ايه؟ كابتن قال لي، كابتن قال لك منين؟ ده هو استخدمه على جسمه غلط، ده غلط، دي مصيبه، هو اوف ليبل. واستخدام الغلط كمان بيضاعف الاثار الجانبيه. هو ليه عامل حاجه اسمها هاف لايف او مده بقاء الماده في الدم؟ مضاد حيوي مثلا على سبيل المثال بيتاخد كل 24 ساعه، اي اعمل نفسي فكيك واخد حبه الصبح وحبه بالليل كل 12 ساعه عشان يبقى خفيف عليا، تستعبط. ده قلب به، ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اخالف في الهاف لايف. اخالف في الهاف لايف هتعمل مشاكل كتير جدا وتضاعف الاثار الجانبيه. حبيت بس اديكم مقدمه عن الموضوع، وحبيت اديكم كمان فكره عن الحاجات ان شاء الله مصدر الفيديوهات اللي هتكون موجوده عندنا. هبدأ بالترتيب الآتي، يعني هتكلم في تستوستيرون درايفد ستيرويدز وهم حوالي 15 واحد، هتكلم في أشهر 5 أو 6 منهم اللي هم المشهورين خصوصهم في الوطن العربي، ونفس القصة برضه في 19 نوع تستوستيرون، ونفس القصة في الدايهيدرو تستوستيرون، هتكلم بس في الحاجات المشهورة. بعدها هتكلم في الحاجات اللي مش مشهورة في الوطن العربي ومشهورة في الوطن الأجنبي، أو في أمريكا، في كندا، في أستراليا، في نيوزيلاند، في اليابان. اتمنى ان شاء الله ان نوعيه الفيديوهات تعجبكم، واتمنى ان الكواليتي بتاعه المعلومات تعجبكم، والاسلوب تبسيط المعلومه لاي شخص عام، لاي شخص عادي، لاي شخص عنده اللغه الانجليزيه ضعيفه، ابسط لكم المعلومه. وان شاء الله نحاول نقول اشهر الاخطاء اللي تستخدم من كل نوع، او ازاي يتجنب الاخطاء دي، وهنتكلم في حلول المشاكل اللي حصلت مع الناس قبل كده اللي كانت بتاخد سايكل ووقفت،
فكده يكون الفيديو التعريفي بتاعنا بتاع الكتاب ده انتهى، وندخل على طول على الصح بقى وعلى الحاجات السمينة والدسمة. يلا أشوفكم في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.